نفسه وظل يتكه في المقام إنني كل حياتي كنت أتوتر الموت. فقال له كيف؟ فأجاب: لم أسئ إلى أحد لا سرا ولا علما. رجل مثل سقراط، كان هو أيضا حكيما جدا مملوءا من الروحية، وهو أيضا قبل الحكم الذي حكم به عليه أولئك المتسلطون الذين تعرض لهم، لكن استفانوس وهذا اسمه لم يفلح.